باسم جمعية تضامنية يونغا بالمحرس، يونغا سوليدير تتسمى بالفرنسوية. يشرفني ويشرف الجمعية أن نتساهم في المنتدى هذايا الاجتماع المحلي برديف في دورته الثانية، وذلك تضامنا مع أهالي رديف وأهالي حفظ المنجمي، لأننا متضامنين منذ مدة، وإحنا عنا توأمة مع جمعية نومات زيرويت ببرديف، وعنا مشاريع مستقبلية في الصحة وفي البيئة باش نخدموها مع بعضنا، وإحنا معتزين ياسر باش نشارككم المنتدى هذايا، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق وبارك الله فيكم.